أخبار اليوم. فطبعا كل يعني المصابين بفيروس سي أو بالفيروسات الكبدية بيعانوا من مشقة السفر من محافظة البحر الأحمر إلى المراكز التخصصية داخل الجمهورية. فإحنا يعني بمبادرة هننشئ إن شاء الله وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية في مدينة الغردقة علشان نخفف عن أهالينا مشقة السفر. حاجة تانية، بنخلق كوادر، لأن طبعا مؤسسة الكبد المصرية هتجيب الأساتذة والأطباء، فعلا هيبدأوا التريننج أو التدريب لأبنائنا الأطباء في محافظة البحر الأحمر. احنا بنقول ان الدولة متمثلة في وزارة الصحة فعلا بذل مجهود غير عادي في علاج مرضى فيروس سي، انما الاعداد عندنا في مصر انتوا عارفين اعداد كبيرة جدا، ومستهدفين لان فعلا اكبر عدد ان احنا نعالجه خلال الفترة لتحقيق المبادرة اللي اطلقها سيادة الرئيس، ان كل سنة عايزين نعالج 1,000,000 مواطن مصري مصاب بفيروس سي. يمكن وزارة الصحة بتستهدف يمكن حوالي 200,000، وده عدد غير مسبوق. بنقول بقى دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية المتخصصة والأجهزة التنفيذية، وده اللي عملناه في محافظة البحر الأحمر. هم يمكن أعلنوا عدة قرى خالية من فيروس سي، ولكن أنا حطيت الخطة بتاعتي بالتعاون مع جمعية مستثمري البحر الأحمر ومؤسسة الكبد المصرية إن احنا نشتغل على محافظة البحر الأحمر كلها وليس قرى. يعني نستهدف إن احنا إن شاء الله نعلن محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس سي. طبعا هم عايزين مكان علشان يقدروا يحطوا فيه المعامل، يحطوا فيه أجهزة الأشعة، يقوموا بالكشف على المرضى. لما فعلا خصصنا المكان وهنبدأ الإنشاء، ولكن احنا قلنا لا، لازم نجد مقر مؤقت نبدأ فيه تقديم الخدمة من نهاية هذا الأسبوع. فعلا جهزنا مقر مؤقت، بنبدأ نجهزه دلوقتي بالمعدات والفرش بتاعه. هنبدأ عن طريق مديرية الصحة وإدارات الصحة في المراكز المحافظة بتعلن عن للأهالي. هنبدأ إن شاء الله أول بداية المسحة أو الكشف المبدئي يوم الخميس القادم إن شاء الله، ويبقى بالتوازي إحنا شغالين وإنشاء المركز شغال، على أساس يبقى إنشاء المركز ده مركز دائم يقدم الخدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر. تكاتفت الجهود والجهات، يعني الجهاز التنفيذي الممثل للدولة والمراكز التخصصية الطبية زي مركز المؤسسة الكبد وجمعية المستثمرين، يبقى الكل بقى كل الجهات، لأن احنا عارفين تكاليف العلاج غالية، تكاليف الأشعات والفحوصات والكلام ده غالية، والدولة شغالة بجهد عالي، ولكن عشان نضاعف الأعداد يبقى لازم بقى باقي الجهات كلنا نتكاتف، وبعيدا عن الروتين وبعيدا عن أي حاجة، لأن احنا هدفنا خدمة أهالينا. ويشوفوا المريض بفيروس سي هل إنتاجيته بتبقى إنتاجية الإنسان السليم؟ أي مريض بفيروس سي هو فعلا يعني إذا كان هو شخص بيعاني فأسرته بتعاني معه، وإحنا عارفين أن مضاعفات هذا المرض مستقبليا بتبقى شكلها إيه، وده الهدف بتاعنا أن إحنا فعلا نقضي على فيروس سي في مصر، ونحقق مبادرة سيادة الرئيس أن إحنا ما نسيبش وزارة الصحة لوحدها اللي شغالة، لا، كل الجهود تشتغل، كل الجهات تشتغل، وثقة تماما الخير موجود داخل المصريين، عايز اللي يستنفره ويستنهضه. يعني أول ما بدأنا وحققنا الاتصال وقعدت مع السادة المستثمرين لقيت رغبة قوية منهم للمشاركة بالمال وبالجهد وبكل شيء على أساس فعلا نرسم البسمة على وجوه مرضى فيروس سي.